السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم في شرح سلسلة منهج كنكت برايم تو فيرستير. طبعا ده الجزء الثاني من شرح يونت 2 اللي هي كانت بعنوان ماي بودي جسمي. النهاردة أول صفحة هنبدأ فيها بيج 18 صفحة 18. open your book، افتح كتابك معايا. who am I، who am I، من أنا. هو أداة استفهام بتسأل عن شخص عاقل، زي ما في عندنا وات تسأل على غير العاقل، عندنا هو بتسأل على الشخص العاقل، يعني تسأل عليا، تسأل عليك، تسأل على بابا، على ماما، أي حد شخص عاقل. هو أم أي، من أنا. البيزي بي، listen and read، استمع واقرأ. تعالوا نشوف البنت العسولة دي وهي بتعرف نفسها، فبتقول I'm آية، أنا آية. I'm كنت بتكلم عن نفسي. I'm آية. I'm a girl، أنا بنت. I'm آية. I'm a girl. Today اليوم. I'm a doctor، أنا طبيبة. Today اليوم. I'm a doctor، أنا طبيبة. طب تعال نشوف شريف بيعرف نفسه بيقول إيه. بيقول هالو، أهلا. I'm شريف، أنا شريف. I'm a boy، أنا ولد. Today اليوم. I'm an engineer، أنا مهندس. Hello، I'm شريف. I'm a boy. Today I'm an engineer. لو لاحظت كده قبل كلمة دكتور A وقبل كلمة engineer N، حد فاكرها؟ برافو. لما الكلمة تبدأ بحرف consonant ساكن نضع قبلها A، ولما تبدأ بحرف vowels بنضع قبلها ان. طيب تعال نشوف البيزي بي، listen and read، استمع واقرأ. اللي قدامنا ده school costume party، حفلة مدرسة تنكرية، كل واحد لابس، اللي لابس طبيب واللي لابس ملك واللي قايم بدور البيزي بي واللي قايم بدور ضابط، وكله لابس حفلة تنكرية وبيلعبوا مع بعض. تعال نشوف كده هاني بيقول ايه. بيقول good morning، good morning، صباح الخير. I'm هاني، انا هاني. Today اليوم. we have، نحن لدينا. a costume party at school، حفلة تنكرية في المدرسة. I'm a king، انا ملك. لابس لبس الملك. Hannah is a doctor، هانا طبيبة. طبعا هاني بيتكلم عن نفسه بيحكي عن زمايله. هانا is a doctor. أميرة is busy bee، أميرة هي الناحية النشيطة. يوسف is a police officer، يوسف is a police officer، يوسف ضابط شرطة. Who would you like to be، من تود أن تكون. أقرأ لكم تاني وهقف عند كل فول ستوب كده. Good morning، I'm Hani. Today we have a costume party at school. I'm a king. Hannah is a doctor. Amira is busy bee. Yusuf is a police officer. Who would you like to be؟ طيب تعال complete، يلا تعال نكمل تحت complete and say. هاني is a، هاني ايه قدامنا؟ برافو. king، اكتب يلا في كتابك king، K-I-N-G. طبعا الكلمات اللي باللون الاسمر بارز دي هي الكلمات الاساسية. number two، هانا is a doctor، برافو. اكتب doctor، D-O-C-T-O-R. اميرة. number three، اميرة is busy bee، برافو. اكتب busy bee، P-U-S-Y-B-E-E. number four، اخر واحد، يوسف is a police officer، برافو. ما تنساش تكتب is مع اميرة ومع يوسف. اوكي تمام، سهلة البيج دي. الجمل دي لازم تتكتب في النوت بوك في الكراسة لوحدها كده، وبعدين تبدأ تعرف ايه نفسك. تعالوا يلا ننتقل على الصفحة اللي بعدها. read and write، اقرأ واكتب. عندنا هنا an elephant، الفيل. a bird، طائر.
a monkey, third, a cat, قطة. Listen, read and answer. ده الاكسرسايز الثاني. الاكسرسايز الاولاني سهل. اول سورة دي سورة ايه؟ A bird. برافو. تاني كلمة يلا underline، ضع تحتها خط او سيركل، ارسم دايرة عليها واكتبها يلا تحت البيرد. A bird. A B I R D. الاي دي معناها بتساوي one، يعني one bird. Number two, an elephant. برافو عليك. يلا اكتب an elephant. E L E P H A N T. ما ننساش ال P H انها بتتنطق A F. برافو. Number three, اصعب كلمة فيهم صح؟ لا سهلة جدا طبعا. A cat. اكتب يلا A C A T. واخر animals معانا A monkey. A monkey. يكتب يلا A M O N K E Y. Monkey likes bananas. طيب الاكسرسايز التاني هنقرأ الجملة وبعدين نشوف ايه هو الشخص او الحيوانات، اسف، الحيوانات اللي قدامنا ديت ونكتبها او اذا كان طائر. Listen، استمع. Read and answer. Number one, I have a big head. عندي رأس كبيرة. And big ears. وأذن كبيرة. I have four feet. وعندي أربع أقدام. Who am I؟ من أكون؟ برافو. An elephant. اكتب يلا في النقط على الدوتس. An elephant. طبعا دي كلمات كلها خدناها قبل كده وحافظينها يعني. Number two, I have two legs. عندي قدمان. I have no arms. ما عنديش أذرع. I have a beak. عنده منقار. Who am I؟ من أكون؟ برافو. A bird. اكتب يلا a bird. Number three, I have two legs. عندي رجلان. And two arms. وذراعان. I eat bananas. أنا باكل الموز. الله جميل. Who am I؟ A monkey. برافو عليكم. هيكتب يلا A monkey. Number four. طبعا اتعرفت. I have four legs. عندي أربع أقدام. أربع أرجل. I have fur. وعندي فرو. Who am I؟ برافو. A cat. بيج سهل وجميل. طب يلا تعالوا ننتقل يا حبايبي لي مع العلوم. My amazing body. جسم المدهش الرائع. Look. انظر. Listen. استمع. And complete. وأكمل. عندنا هنا كلمات فوق. تعالوا نقرأ الأول. Hear. يسمع. Kick. يركل. Run. يجري. See. يرى. Speak. يتكلم. Throw. يرمي. في تحت عندنا 6 pictures، 6 صور، 6 sentences، 6 جمل. كل جملة من دول ناقصة كلمة من الكلمات اللي فوق. وما تقوليش صعبة يا مستر لأن احنا درسناها قبل كده اللي هي I can see. اوكي. Point and say. أشر وقل. تعال نمبر 1 يلا هنعمل زي الإكزامبل كده. I can see. البنت بتقول أستطيع أن أرى. With my eyes. اوكي. سهلة جدا. كلمة see فوق. عملنا عليها خط كتبناها تحت. طيب نمبر 2 الولد ده بيقول I can with my ears. بأذني. ها. Hear. يسمع. برافو. أول كلمة. Underline. ضع تحتها خط. واكتب hear. H-E-A-R. نمبر 3 I can with my legs. الولد ده بيعمل ايه؟ I can run. ممتازين. R U N. كلمة الثالثة فوق خط تحتها واكتبها يلا run. R U N. Number 4 I can with my feet. بقدمي. مو صلاح. I can ايه؟ كيك. ممتازين. كلمة ثانية خط تحتها يلا يا بطل يلا ممتازة اكتبها في النقط يلا ممتازين. I can kick. Number 5 لسه عندنا كلمتين اخر كلمتين speak و throw. I can with my arms. بذراعي. I can ايه؟ throw. لازم تطلع حرف طرف لسانك كده throw حرف الساء. اكتب يلا throw. Number 6 I can with my mouth.
برافو سبيك. اوكي بيج سهل وجميل، يعتبر اصلا احنا واخدينه قبل كده، يعني مفيش حاجه صعبه فيه. الجمل دي طبعا هنكتبها فين؟ في النوت بوك. انا مقسم الوحدات في برايم 2 على كذا فيديو عشان نذاكر براحتنا خالص، وما ننتقلش من فيديو للتاني الا ما نكون حافظينه صم، حافظين كلماته والجمل، عشان الجمل دي هتفرق في المنهج كونكت، المنهج الجديد ده. تعالوا يلا ننتقل على لايف سكيلز والفاليز، تعالوا نشوف القيم اللي عندنا والمهارات الحياتيه في نيكست بيج. اخر بيج معانا في بارت 2 في الجزء الثاني ليونت 2. values عندنا بعد القيم هنا، ولايف سكيلز مهارات حياتيه. listen and read. الصوره الاولى picture 1، تعال نعمل describing كده نوصفها. this is my friend زياد. this is my friend زياد، هذا صديقي زياد. he can't see، لا يستطيع ان يرى. he can read، يستطيع ان يقرا. with his hands، بإيديه. أيوة بيعرف يقرأ بإيديه في طريقة اسمها طريقة برايل، تمام، وكتب مخصصة كده بيتعلم فيها الـ blind people، المكفوفين. زياد he can't see، لكن he can read with his hands، بيستطيع أن يقرأ بيديه. picture 2، this is my cousin مريم، هذه بنت عمي مريم. she can't hear، لا تستطيع أن تسمع. we can speak، نحن نستطيع التحدث. with our hands، بأيدينا، اللي هي sign language، لغة الإشارة. number 3، الصورة الثالثة. this is my brother آسر، هذا أخي آسر. he can't run، لا يستطيع أن يجري، لكن we can play، نحن نستطيع أن نلعب. أوكي جمل سهلة. this is طبعا خدناها. he can يستطيع، و can't، she can و she can't هي تستطيع. my ضمير ملكي، cousin و brother و friend خدناهم الكلمات قبل كده. كلمات ال parts of the body برضو خدناها، hands أوكي و mouth، والكلمات دي كلها درسناها قبل كده، ما فيش فيها أي مشكلة. آخر اكسرسايز معانا read and match، تعال نقرأ ونوصل. زياد can't، زياد لا يستطيع إيه؟ سي طبعا مكتوبة عندنا قدامنا number C. زياد can، لكن زياد can إيه؟ بيستطيع إن هو يعمل إيه؟ read، برافو. number D، تعال في المربع D واكتب 2 في كتابك بسرعة. number 3، مريم can't، مريم لا تستطيع. can't إيه مريم؟ can't hear، برافو. نمبر B، برافو عليك. 3 اكتبها عند B. آخر واحدة نمبر 4، آسر can play، يستطيع أن يلعب. أوكي بهنا إن شاء الله نكون وصلنا لنهاية البارت 2 الجزء الثاني من يونت 2 اللي هي بعنوان My Body. see you، أشوفكم in part 3 الجزء الثالث. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله تعالى. thanks for watching، شكرا على المشاهدة. goodbye.